يوجد رجل كان لديه دجاجة، وهذه الدجاجة عندها بيض تجلس عليه تنام عليه. نعم. بسم الله نكرين مبارنا يزن نانا أكوفافي بكوزن ما نفانا أطول نزن يا أكوفافي. فوضع مع هذا البيض بيضة الحيوان يعيش في الماء مثل البط مثلا. كأن يوم زن لله تزن رفنا هيتنا كوفيو دين انغالك زاني شاطول نبيب زمينا نتران زاني نلان نحار نملي أطول نكوفن. وعندما خرجت الفراخ يقول كل الفراخ ذهبت تأكل من هذا الزرع الأخضر إلا هذه البيضة التي كانت من البحر ذهبت إلى الماء. زانوي ريفا فاك زانيا توليا بيابرين تيا لي أنا كوهرين زان نديه نهينا من هكي فتوني أنا كوهرو زان فلي رايكي زي أنا كنديب بكن ديك أنا ترانون زانيا ديا ريفا فاك زان رهين ديا سنهينا راه زهاني بيبيا بيابرين زان فنديه نفول أنا تريا كان زان أنا ترانون زان. هذا الرجل كان ملحد لله زين نوان زين كافر ديا إلي والكرازن سمين مين راح يزن سمين ميس زن حار سمين مين زن. يقول عندما نظرت في هذا علمت أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من خالق واحد سبحانه وتعالى. لله يوم زين رفنا هي ترى هنسيو زد ديا توزن سمين مار نفا سبسيب لراح يبزو من دين ده خوازه هو سمين ميس راح ميس توب زن نحاري أني راح يبزه هي تجيك يبزو. نعم.